بلد النهرين كما يعرف إلى عام 2021 وهو بلا ماء. معظم مناطق محافظة صلاح الدين لا تستحصل على ماء الإسالة إلا لساعات معدودة في اليوم، وعند وصوله إلى البيوت يصل على شكل وباء لما يحتويه من شوائب طينية وأمراض، مما اضطر المواطن التوجه إلى شراء الماء من محل الإسالة الأهلية كحمل جديد يضاف على كاهل معيشته. احنا اليوم مشكلة الماي، احنا اليوم ب 2021 بربك مشكلة الماي لحد الآن جان عانى من عدا أغلب الأحياء السكنية الموجودة، يعني محرومة من الماي، وإذا جي الماي يجيك يعني غير صالح للشرب أصلا، حتى الحيوانات ما تشربه زين. يعني انتو شلون تضخونه للمواطنين، وهاي المواطنين اللي الله يعني مجبورة تشرب هذا الماي ليش؟ لأن الدولة هي جات تضخ لك ماي لا مصفاي، ويجينا عبارة عن طين وسيان، وتعالي المواطن يشرب. عمي الله وكيلك، صار لنا سنين يوم بالاسبوع نصرف لنا 30-40 ألف على مود شغلة المي. عم انتهينا، لأن المي طبخنا قسلنا شربنا كله من الفلات الأهلية جرموا. عمي رحم الله والدي ومسهلين ويانا، بس عمي ريدي فضونا شغلة المي، شغلة المي مشكلة. مسؤولو الرقابة الصحية ومن خلال جولاتهم الميدانية أكدوا لقناة التغيير أن نسبة تلوث الماء الواصل من قنوات الإسالة إلى الأحياء السكنية تعدى 80%، وهذا ما يوعد بكارثة وبائية إن لم يكن هناك تدخل حكومي لإتمام مشاريع تصفية المياه المتوقفة. من خلال الجولات الميدانية والفحوصات المختبرية تبين أن مياه الإسالة غير صالح للاستهلاك البشري، وذلك بسبب رداءة الشبكات والمشاريع وتقادمها زمنيا. لذلك نطالب الجهات المعنية بالإسراع بإنشاء وإكمال المشاريع المتوقفة، وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه ستحل الكارثة من الأمراض المعوية المعدية نتيجة استخدام هذه المياه الملوثة، حيث أن نسبة التلوث في مياه الإسالة تكون 80% أو أكثر في أغلب الأحيان. من الماء جعل كل شيء حي، ومن الماء هنا في صلاح الدين جعل بسبب الأهمال كل شيء مميت، فها هي شبكات وقنوات تصفية مياه الشرب في صلاح الدين أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة المواطن. منها لقناة التغيير فراس الحسني.